من فيينا ما زال معنا مراسل أخبار مصر مصطفى عبد الله. صباح الخير. صباح الخير أستاذة دينا، وصباح الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك مصطفى. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. وحشنا يا أستاذ مصطفى. الله يخليك. الشتاء جميل في مصر. ربنا يخليك يا فندم. أستاذ مصطفى، طبعا أكيد طبعا حضرتك متابع لما يحدث على الأراضي الأوكرانية من عمليات عسكرية من قبل الاتحاد الفيدرالي الروسي والرئيس الروسي بوتين. كيف تقيم الوضع في فيينا، أو كيف يتم تقييم الوضع في فيينا؟ بالتأكيد متابعين يا أستاذ محمد، وللعلم يعني النمسا مش بعيدة عن هذا الموضوع، لأن وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر يعني توقع أنه قد يصل 100,000 لاجئ أوكراني إلى النمسا خلال شهور قليلة، وأشار إلى توقع الاتحاد الأوروبي أيضا أن يصل إليه 1,000,000 لاجئ إلى جميع دول الاتحاد بعد الغزو الروسي لشرق أورانيا وأوكرانيا. وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية أنه بلده استعدت جيدا لاستقبال اللاجئين، ولفت إلى وجود طريقين للفرار من أوكرانيا. الأول عبر بولندا، حيث يوجد نحو 500 كيلو متر كحدود مشتركة بين بولندا وأوكرانيا، والطريق الثاني هيكون عبر الحدود مع رومانيا والمجر. وأضاف الوزير أن النمسا سوف تتعامل بشكل جيد مع التدفقات المحتملة للاجئين من أوكرانيا، وأنه يجب الفصل بين الهجرة غير النظامية وبين ضرورة مساعدة دول الجوار. وأوضح أيضا أن النمسا لن تتخلى عن مساعدة دول الجوار، لافت للنظر إلى تقديم الدعم الكامل إلى دول رومانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، واللي سوف يصلها اللاجئون. الخارجية النمساوية أعلنت اليوم أن رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية قال في بيان لهم أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيدرسون مجموعة عقوبات على روسيا بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها دون إبطاء، ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. بس اسمح لي يا أستاذ مصطفى، هناك اتهام موجه من قبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي للاتحاد الأوروبي ورؤساء أو زعماء دول الاتحاد الأوروبي بأن أوكرانيا واجهت روسيا بمفردها، إن يعني مع هو بيأسف لذلك، لا يعني ما كانش متوقع هذا الموقف من قبل الاتحاد الأوروبي سندا لأوكرانيا. كيف تقيم هذا التصريح؟ ده صحيح، وعلشان كده سفراء الاتحاد الأوروبي بيناقشوا في بروكسل اليوم حزبة عقوبات أوسع مما تم النظر فيه، وإن العقوبات اللي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوروبا بتشتمل استهداف المشاركين في القرار غير القانوني، والبنوك اللي بتمول عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين. ولكن هناك بعض الدول الأوروبية في 27 يا فندم بيرفض يعني فرض عقوبات على نظام سويفت بالنسبة لروسيا. وده راجع لان استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول الى الخدمات واسواق رأس المال والاسواق المالية في الاتحاد الاوروبي، وده عشان الحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية، كما تشمل ايضا استهداف حركة التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين من والى الاتحاد الاوروبي، لضمان احساس المسؤولين عن الاعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم. والبيان بتاع الاتحاد الأوروبي أضاف أنه مستعد وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات بيصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يندد بروسيا لغزوها أوكرانيا. وروسيا ستستخدم الفيتو. ما هو ده بقى الخوف منه، هو ان روسيا ممكن تستخدم والصين في عجاله، هتلاقي وضعها ايه يا استاذ مصطفى؟
الحقيقة الصين في التصويت في مجلس الأمن، جزئية مجلس الأمن يا أستاذ مصطفى، الصين هتتحفظ ولا هتصوت؟ ممكن تتحفظ وممكن تستخدم حق النقد برضه، لأن يعني الخارجية النمساوية أعلنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في التصويت على مشروع القرار الأمريكي، ولأن موسكو بتستخدم حق النقد في الفيتو، ومسؤول كبير بالإدارة الأمريكية طلب أيضا عدم كشف عن اسمه، قال أن مشروع القرار اللي صفته الولايات المتحدة سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة. والمسؤول الأمريكي قال أيضا بنعتبر المجلس منبر محوري يجب أن يتم فيه إجبار روسيا على تبرير أفعالها. وأضاف المسؤول ده في الصحفيين أنه لن نتخلى عن مبادئنا ولن نقف مكتوفي الأيدي، لكن واشنطن وحلفائها بيروا أن هذا التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن فرصة لمحاولة فرض عزل على موسكو بسبب تحركات، وبيسعوا للحصول على تأييد 13 صوت على الأقل وامتناع الصين طبعا لأنها حليفة لروسيا عن التصويت. المسؤول الأمريكي أستاذ مصطفى بالتأكيد هنتابع مع حضرتك مرة تانية تطورات الوضع، مراسل أخبار مصر أستاذ مصطفى عبد الله من فيينا، شكرا جزيلا لحضرتك.